ورقة وقلم بسرعة اكتب فيهم الكام نقطة اللي هنشرحهم النهاردة. كل ما تخلص نقطة توقف تكتب done وترجع تكمل النقطة اللي بعدها. اول كلامنا هيبقى عن الفارماكوكاينيتكس باراميتر. تاني نقطه هنتكلم عن الفارماكوديناميك، بس المره دي باستفاضه شويه، هنمسك حاجه حاجه فيها ونقولها بالتفصيل. فهنعرف يعني ايه ريسبتور، وايه اشهر انواع الريسبتورز اللي موجوده، وهنعرف يعني ايه ليجند ريسبتور انتر اكشن، واخيرا هعرفك هو ايه الدوز ريسبونس كيرف. وقف بقى الفيديو اكتبهم في ورقه زي ما قلت لك. نبدا بالفارماكوكاينيتك باراميترز، او تسهيلا علينا المصطلح ده هي الحاجات اللي قدرنا نحسبها لما درسنا الابسوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكريشن. اولا قدرنا نحسب ونعرف البايو افيلابيليتي اللي هي كميه الدواء اللي وصلت للدم دي قد ايه. لو رسمنا كيرف ما بين تركيز الدواء في البلازما والوقت هنلاقي ان اللي واخد الدواء دايركت في الدم الكونسنتريشن بتاع الدواء عالي وتهلك وقت قليل عقبال ما وصل للدم، بينما اللي خد نفس الدواء بنفس التركيز بس خده عن طريق الفم هنلاقي ان الدواء ده وصل للدم بتركيز قليل وخد وقت اكبر علشان يوصل للدم. لو بصينا للكيرف اللي احنا رسمناه هنلاقي ان الدواء الاول اللي هو الانترافينوس اريا اندر ذا كيرف بتاعته كبيره، والدواء الثاني اللي اتاخد اورال الاريا اندر ذا كيرف بتاعته صغيره. لو حسبنا الاريا اندر ذا كيرف للكيرفين دول هنقدر نحسب البايو افيلابيليتي اللي هي بتساوي الاي يو سي بتاعت الاورال على الاي يو سي بتاعت الانترافينوس في 100. طبعا مش مطلوب مننا نحسب احنا الاريا اندر ذا كيرف، هي هتجيلك جاهزه. تاني حاجة قدرنا نحسبها هي البلازما هاف لايف التي هاف، تعال نشرحها على الكيرف علشان تبقى سهلة. بص ده هو الكيرف اللي فات بس مبسط شوية. لما باجي اخد دواء التركيز بتاع الدواء ده في الدم بيزيد واحدة واحدة لحد ما يوصل لتركيز معين بيبدأ الدواء يظهر تأثيره فيه. التركيز ده اللي بيظهر فيه اول تأثير للدواء اسمه المينيمم افكتيف كونسنتريشن، يعني هو اقل تركيز الدواء بيدي تأثير ليه. الوقت اللي استغرقه الدواء من اول ما خدته لحد ما وصل للتركيز ده اسمه اونست تايم. المهم بعد كده لسه الدواء عمال يمتص وتركيزه بيزيد في البلازما، المفروض لحد ما يوصل لتركيز معين بيكون فيها الافكت او تاثير الدواء اعلى حاجه، يعني استحاله بعد كده مهما زودت الكونسنتريشن ان الدواء يشتغل بفعاليه اكتر من كده. والتركيز ده ليه اسمين، ماكسيمم افكتيف كونسنتريشن او المينيمم توكسيك كونسنتريشن، لان اعلى من التركيز ده هنخش على التسمم على طول ومش محتاجين اللي احنا نعاني لان احنا بكده اصلا وصلنا لاعلى افكت بتاع الدواء. المهم ظبطناها وخلينا الدواء اعلى تركيز ليه عند الماكسيمم افكتيف كونسنتريشن. الوقت اللي استغرقه الدواء من اول ما خدته لحد ما وصل لاعلى تركيز ليه اسمه تايم تو بيك افكت. بعد كده الدواء هيبدا يحصل له ديستريبيوشن ويتوزع على الانسجه وتركيزه هيقل وهينزل تركيزه عن المينيمم افكتيف كونسنتريشن لحد ما يوصل للصفر. الوقت اللي ما بين المينيمم افكتيف كونسنتريشن الاول والتاني اسمه ديوريشن اوف اكشن، لان هو ده بس الوقت اللي كان الدواء ليه تاثير فيه. المهم اطلع فوق كده لحد النقطه اللي الدواء تركيزه قل بنسبه 50% بعد انتشاره، الوقت اللي وصلت فيه للنقطه دي اسمه التي هاف او البلازما هاف لايف. كل ده علشان افهمك تعريف البلازما هاف لايف، يبقى هي تايم needed by the body to decrease the plasma concentration of drug to its half. التي هاف بتعتمد على الفوليوم اوف ديستريبيوشن وعلى الكليرنس، والكليرنس دي هي النقطه الثالثه معانا في الفارماكوكاينيتكس بارامتر، وهي كمصطلح بتقول هي حجم البلازما اللي الدواء خرج منها على الوقت، وبالتالي وحدته ملي بير مينيت. التوتال كليرنس بتتحسب بطريقه سهله، اننا بنحسب الكليرنس بتاعه الانسجه اللي حصل فيها ديستريبيوشن للدواء، يعني مثلا الكليرنس بتاعه الكبد زائد بتاعه البلمونري زائد باقي الانسجه اللي حصل فيها كليرنس وهكذا. ندخل بقى على اخر حاجه في الكاينيتكس بارامتر واللي هي الاليمينيشن كاينيتكس. لقينا فيها ان عندنا نوعين من الاليمينيشن، حاجه اسمها زيرو اوردر اليمينيشن وحاجه اسمها فيرست اوردر اليمينيشن. الزيرو اوردر اليمينيشن هي اليمينيشن اوف دراج ويتش از اندبندنتلي اوف دراج كونسنتريشن، يعني خروج الدواء بره الجسم ما كانش معتمد على التركيز نهائيا. يعني مثلا بيخرج من الدواء 1 مللي جرام في الدقيقه، يبقى هيفضل يخرج منه الواحد ده مهما كان التركيز حتى لو التركيز زاد الاضعاف، على عكس الفيرست اوردر اليمينيشن اللي بتعتمد على تركيز الدواء. يعني نفهم من كده ان الاليمينيشن ريت بتاعه الزيرو اوردر دراجز ساتوريتد او ثابت مهما زودنا التركيز، بينما في الفيرست اوردر اليمينيشن الاليمينيشن ريت بيتناسب طرديا مع التركيز، كل ما زود التركيز كل ما الاليمينيشن يزيد. بنسمي الزيرو اوردر اليمينيشن باللان لينير او الساتوريتد اليمينيشن، علشان لو رسمنا منحنى للوج التركيز ووقت خروج الدواء هنلاقي ادانا شكل النان لينير، عشان لما بزود التركيز ده مش هياثر على خروج الدواء في حاجه، على عكس الادويه الفيرست اوردر
الحالة بتاعها بيبقى لينير، لان العلاقة طردية، كل ما بزود التركيز كل ما الإليمينيشن بيزيد. والحمد لله ان 95% من الادوية اللي بنستخدمها تابعة لنظام الفيرست اوردر إليمينيشن، ونسبة قليلة بس هما الزيرو اوردر. اعمل صح بقى للفارماكوكاينتكس بارامترز، ويلا بينا على الفارماكوديناميك. كنا قلنا قبل كده ان الفارماكوديناميك هي اللي بيعملوا الدواء للجسم او الميكانيزم اوف اكشن بتاعت الدواء. السؤال بقى امتى الدواء يشتغل؟ اولا حط في بالك ان الدواء ما هو الا سيجنال، اشارة، لازم الاشارة دي تمسك في حاجة علشان يظهر التأثير بتاعها. الحاجة دي هي المستقبل او الريسبتور. اول ما الدواء يمسك فيه هيعمل لنا دراج ريسبتور انتراكت، هيتكون لنا دراج ريسبتور كومبلكس، مركب عبارة عن الدراج وماسك فيه الريسبتور. الكومبلكس ده هو اللي بيدينا التأثير سواء كان ضار او نافع. يبقى تعريف الريسبتور هو any biological molecule to which a drug bind and produce response. اي ماده بتتفاعل مع الريسبتور سواء تعمل له اكتيفيشن او انكتيفيشن بنقول عليها ليجند. اعرف الليجند كده دلوقتي علشان لسه هنتكلم عنه تاني. هنا هسالك سؤال، ليه الدواء ليه ماكسيمم افكت؟ والاجابه لان الدواء بيكون عند التركيز اللي وصل فيه للماكسيمم افكت ماسك في كل الريسبتورز اللي مسؤوله عن الافكت ده. تعال بقى نتكلم عن اشهر اربع انواع للريسبتور اللي موجوده في جسمنا. اول واحد الليجند جيتد ايون شانل، وده ريسبتور موجود على السيل ميمبرين بتاع الخليه. وظيفته لما الليجند يمسك فيه ويعمل له اكتيفيشن يفتح ويدخل او يخرج ايونات من والى الخليه. مثال للنوع ده زي الكولينرجيك نيكوتينيك ريسبتور. اعرف الريسبتور ده اسم بس لحد ما نتكلم عنه بالتفصيل في الحلقات القادمه. تاني نوع من الريسبتور اسمه جي بروتين كابلد ريسبتور، ده اهم واشهر نوع في الريسبتور. ليه بنقول كابل؟ لانه عباره عن ريسبتور ومرتبط بيه من داخل الخليه بروتين بيتكون من 3 اجزاء الفا وبيتا وجاما. البروتين ده اسمه جي بروتين. في النوع ده من الريسبتور مش مجرد ان الليجند يمسك في الريسبتور يفتح ايون شانل مباشره، لا، هنا الليجند هيجي يمسك في الريسبتور، دي اول اشاره، ده هيخلي الجي بروتين يحصل له اكتيفيشن وتخرج الالفا سابيونت. الالفا سابيونت بتاعت الجي بروتين عباره عن سكند مسنجر، علشان هتروح لبروتين تاني في السيل ميمبرين وهتعمل له اكتيفيشن، وهيحصل بعد كده كذا خطوه، في النهايه ممكن تفتح ايونت شانل او تقفل وتمنع دخول الايونات. طبعا ده على حسب نوع الجي بروتين. هنقول انواع الجي بروتين كلها دلوقتي علشان مهمين جدا، بس استنى نخلص من انواع الريسبتور. ثالث نوع اسمه انزيم لينكد ريسبتور او تايروسين كاينيز لينكد ريسبتور، ده ريسبتور عادي على السيل ميمبرين من بره، بس المره دي ماسك فيه انزيم اسمه تايروسين كاينيز. عندنا مثال مشهور جدا للنوع ده من الريسبتور زي الانسولين ريسبتور. طبعا مفيش داعي نقول بيشتغل ازاي لان مش هيقابلنا كتير، بس اعرف اسم الريسبتور ومثال عليه. اخر نوع عندنا من الريسبتور ده موجود مش على السيل ميمبرين بقى زي الثلاث انواع التانيين، لا ده موجود جوه الخليه، اسمه الانتراسيلولار ريسبتور. النوع ده موجود في السيتوبلازم والنواه زي الاسترويد ريسبتور. تعال بقى نكمل كلامنا على الجي بروتين كابلد ريسبتور. موجود منه كذا نوع، الاول الجي اس وده ستيمولاتوري، وفي النوع ده الاكشن بيحصل كالتالي، الدواء هيمسك في الريسبتور والريسبتور هينقل الاشاره دي للجي بروتين، وهنا الجي بروتين هيعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها ادينايليت سايكليز. الادينايليت سايكليز ده بيتاكتف لما ياخد اي تي بي، ونتيجه لكده هيتحول الاي تي بي لسايكليك ادينوسين مونوفوسفيت. زياده السايكليك ادينوسين مونوفوسفيت دي هتعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه بروتين كاينيز، ده بقى اللي هيفتح قناه الكالسيوم وهيخش الكالسيوم للخليه لو الخليه عضليه هيعمل فيها كونتراكت. ده اول نوع وعرفنا ليه هو ستيمولاتوري. تاني نوع الجي اي وده انهبيتوري، ده بقى قاطم الطريق من الاول، بيروح للادينايليت سايكليز يعمل لها انهبيشن، وبالتالي لما الادينايليت سايكليز يحصل له انهبيشن مش هيحول الاي تي بي لسايكليك ادينوسين مونوفوسفيت، فالسايكليك ادينوسين مونوفوسفيت هيقل في الخليه فمش هيحصل اكتيفيشن للبروتين كاينيز، وبالتالي بوابات الكالسيوم هتقفل. النوع الثالث من جي بروتين الجي كيو، وده برضه ستيمولاتوري، بس الميكانيزم بتاعته مختلفه عن الجي اس، لان هنا الجي بروتين ده لما توصل له الاشاره بينشط حاجه اسمها فوسفولايبيز سي. الفوسفولايبيز سي بيكسر حاجه اسمها فوسفاتيدايل انيسيتول باي فوسفيت لمركبين، الاول انيسيتول تراي فوسفيت والثاني داي اسايل جليسترول. المهم الانيسيتول تراي فوسفيت ده بيزود الكالسيوم انفلكس وبالتالي هيحصل كونتراكشن. الكلام ملخبط شويه بس لما تذاكره ويثبت في دماغك هتحسه كلام تافه. ودول كانوا المين تايبز اوف جي بروتين كابلد ريسبتور. ننقل بقى على الليجند ريسبتور انتر اكشن. قلنا من شويه الليجند دي اي ماده بتمسك في الريسبتور سواء بتدينا اكشن او ما بتديناش. المهم
المهم مسكت فيه تبقى اسمها ليجند. وهنا بنمثل الريسبتور بالقفل والليجند بالمفتاح. القفل ممكن يخش فيه كذا مفتاح بس هو واحد بس اللي هيفتحه. طيب خلينا نتكلم بقى عن انواع المفاتيح او انواع الليجند. النوع الاول من الليجند ليه افينيتي او قابليه للريسبتور وكمان بيعمل اكتيفيشن وبنسميه اجونست. والنوع الثاني من الليجند ليه افينيتي برضو بس ما بيعملش اكتيفيشن للريسبتور، ما بيفتحش القفل، وبنقول عليه انتاجونست او بلوكر. ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم عنهم بالتفصيل. نتكلم بقى عن اخر حاجه معانا النهارده واللي هي دوز ريسبونس كيرف، وده عباره عن كيرف ما بين تركيز الدواء على محور السينات والاستجابه او الريسبونس بتاعه الدواء او البيولوجيكال افكت بتاعه الدواء على محور الصدى. عايزك تطلع من الكيرف ده باربع تعريفات مهمين جدا جدا. اول تعريف هو الاي ماكس، دي اقل جرعه بتدينا ماكسيمم ريسبونس مهما زودنا التركيز، زي ما واضح في الكيرف عمر ما هيدينا ريسبونس اعلى من كده. التعريف الثاني الاي دي 50، ودي الجرعه اللي بتدينا 50% من الماكسيمم ريسبونس. او التعريفين دول ما فهمش حاجه. التعريف الثالث والرابع هما ارخم تعريفين ولازم تفرق ما بينهم كويس. التعريف الثالث اللي هو البوتنسي او بالعربي القوه بتاعه الدواء، هي كتعريف a measure of the amount of drug necessary to produce an effect of a given magnitude. علشان تفهموا لازم تبصوا على الكيرف. عندنا دوايين ليهم نفس الريسبونس بس واحد وصل للريسبونس 100% عند جرعه اقل من جرعه الثاني. طب بدماغك كده ومنطقي قوي انك بتقول دلوقتي يبقى دراج A اقوى من دراج B. اهو اقوى دي هي البوتنسي، لان انا هنا بصيت على الجرعه شفت مين فيهم بيدي تاثير اعلى عند جرعه معينه. طب لو انا ضفت لك دراج تالي سي، الدواء ده الماكسيمم ريسبونس اقل من الدوايين التانيين، ده معناه ايه؟ معناه ان الدواء سي تاثيره اقل من اي وبي. وما دام قارنت بالتاثير يبقى انا بتكلم عن افيكاسي مش بوتنسي. وهو ده التعريف الرابع في الدوز ريسبونس كيرف اللي هو الافيكاسي. يبقى هي ذا ماجنيتيود اوف ريسبونس ا دراج كيسز وين ات انتراكتس وذ الريسبتور. يبقى تاني كده معلش، البوتنسي بقارن بين دوايين من حيث مين بيدي تاثير اعلى عند جرعه اقل من جرعه التاني، والافيكاسي مين بيدي ريسبونس اعلى من التاني. بتبص على محور الصداد الواي اكسس. لو في مشكله بقى في حلقه النهارده عرفني وانا هتفاهم مع الحلقه وهنحل المشكله دي. اسف، صف ذهنك بقى ويلا جه معادي الاسئله. Oh.